انا طبعا النهارده في زياره مستشفى 57357. انا جزء من البورد بتاع ايجيبت كانسر نتورك. كانسر نتورك دي نون بروفيت اورجانيزيشن في امريكا، تاكس ديدكتبل، ودي فرصه لينا كلنا كمصريين في امريكا ان احنا نساهم حتى بلا جزء بسيط في تنميه البلد، وفي ان الاطفال المحتاجين العنايه والرعايه اللي على مستوى عالي المستشفى بتقدمها انهم يقدروا يتلقوا العلاج اللي هم محتاجينه. وانا فخور جدا بالمستشفى والتطور اللي هي وصلت له. احنا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده واقفين في الاكستنشن، الجزء الجديد من المستشفى، وكنا لسه دلوقتي برضو بنشوف جزء اكبر من المستشفى هتقدر تلبي احتياجات مرضى الكتير اللي محتاجين العنايه. بدعو كل المصريين في الداخل وفي الخارج انهم يتضافروا، نقدر نعمل حاجه مع بعض، نقدر نكمل الامتدادات بتاعت المستشفى على اساس كل اللي محتاجين العنايه يقدروا يتلقوها.